كاتبة ومدربة إدارية ومحاضرة أيضا ماري العالم حبشي. ماري، حول كيفية توجيه الأولاد على التحلي بحس المسؤولية ودور الأهل والمحيط، رح تفهمنا كل شيء ماريا عن هيدا الموضوع. موضوع مهم، موضوع جدا مهم. يس، أهلا وسهلا فيك ماري، شرفتينا. أهلا فيكم. ماري، بتعرفي يمكن إذا بدنا نحكي بالولاد وبالتربية، أصعب مهنة على وجه الأرض وهي أجمل مسؤولية منحملها معنا نحن كأمهات خاصة. ما منكون عارفين الولد هو وصغير، هل لازم نحمله مسؤولية؟ هل لازم نزرع فيه حس المسؤولية؟ أو منقول لاحقين على كبر، حرام يعيش حياتهم وعمرهم؟ بالفعل تمار، مثل ما عم بتقولي، هلأ المسؤولية هي بالأول من مهم نشير أنه هي سمة اجتماعية، أكيد لها دور بارز على الصعيد الفردي وعلى الصعيد الاجتماعي، بس بكثير من الأمور يعني أحيان بس نقول نحن مسؤولية منفكر أنه هي سمة واحدة. هذا الأمر أول شيء غير صحيح، هذه السمة حاوية للعديد من المتطلبات. رح نعطي أمثلة: الالتزام، الاتكال على النفس، التعلم من الأخطاء عند وقوعها أكيد، والعمل على تفاديها في المستقبل، تقبل النقد. كل هذه المتطلبات إذا بدك بتشكل ركيزة ما يعرف بروح أو حس المسؤولية. هلأ بالنسبة للعمر، في عمر 3 سنوات ينصح أنه نبلش نعود ابننا أو بنتنا على تحمل روح المسؤولية. هلأ بعرف المشاهدين رح يحسوا يمكن باكرا جدا، بس أكيد نحن هون منعني المسؤولية حسب العمر والقدرة، أكيد قدرة الشخص أو الفرد. رح نعطي أمثلة. فيني مثلا إذا أنا ابني أو بنتي عم يلعبوا بلعبة معينة، بطلب منهم عند الانتهاء يردوها على سلة الألعاب. إذا عطيتهم تلوين، بطلب منهم بس ينهوا يردوا إذا بدك أقلام التلوين إلى المقلمة أو التروس. هذه الأمور البسيطة هي بتكون بسيطة، بس بتشكل إذا بدك قاعدة لاحقا، لكميول منقول عدة إذا بدك تراكمات لبناء الشخصية يلي بكون إذا بدك الواحد بنقول بعدين مسؤول أو غير مسؤول في المجتمع أو كمان بالحياة. بس ماري، يمكن أحياناً الأوامر ما بتعطي نفع إذا ما الأهل فرجوا أولادهم أنه هنن عندهم المسؤولية. أكيد أكيد. صحيح ولا أنا غلطان؟ أكيد حبيبة، هذا الأمر هو أساسي. الأهل بيلعبوا دور أساسي بهذه المرحلة، وهلأ كمان بنحكي عن المحيط لاحقا، بس نبلش بداية بالأهل. بدنا نعرف نحن أنه أولادنا إن كان طفل أو مراهق، هو مثل سبونج، هو مثل سفنجة بهذا العمر، يمتص كل اللي بيشوفه قدامه وبيجرب إذا بدك يقتضي فيه. وأكيد عنده إذا بدك المثال الأعلى متمثل بالأهل، بالأم، بالوالدة، بالمحيط أكيد القريب منه. من المهم أنه تكون إذا بدك مطالبنا يلي عم نطالب فيها أولادنا أفعال مش أقوال. إذا أنا أم، رح نعطي مثال فوضوية يعني بشكل أو بآخر، ما في إجي أنا أطلب من ابني يكون منظم، ما في إذا أنا دايماً عم بتأخر على المواعيد أطلب منه يكون دقيق. هيدا أكيد ما حيعطي إذا بدك مصداقية، ورح يقطع هيك مرور القيران. لازم نكون مراية إذا بدك، يعني نحن كيف عم نطلب من أولادنا نعكس هذا الأمر. هيدا بداية. اثنين، المحيط أكيد بيلعب دور. إذا بدك عم نحكي نحن للأطفال والمراهقين، المحيط متمثل بداية كمان بالمرشد التربوي، بيلعب دور كتير أساسي بهالمرحلة، والمدرسة يلي هي خير مثال لتحمل المسؤولية، لأنها بتقوم على إذا بدك هذه القيم: التعلم من الأخطاء، تقبل النقد، إتمام المهمات. وعم نشوف هلأ كتير العديد من البرامج التربوية يلي بتقوم على تعزيز ثقة النفس. ليه أنا هون عم أقول الثقة؟ لأن الثقة بالنفس كتير مرتبطة بشكل مباشر بروح المسؤولية. بكتير من الأوقات منشوف ابننا أو بنتنا ما عم يعملوا عمل على أكمل وجه، يمكن ما عم بيباشروا فيه، يمكن عم بيباشروا فيه بس ما عم ينهوا. هيدا مش لأنه ما عندهم يمكن حس المسؤولية، بس هن ما عندهم ثقة كافية بأنفسهم أنه هن قادرين ومتمكنين. فمشان هيك عم نقول من المهم أنه كمان تعزيز ثقة النفس إذا بدك
بدك شكل أو بآخر من أجل كمان الوصول للمسؤولية. ماري، قد ايه الرغبة اللي بتكون عنا واللي بتكون مرتبطة بموضوع معين، يمكن إنجاز، يمكن أهداف منكون حاطينا بالمستقبل لإلنا لحالنا، ممكن تعزز حس المسؤولية؟ يعني بما أنه ذكرت المدرسة هلأ، نعم، قد ايه رغبتي بأنه يكون إنسان ناجح بالمستقبل وأنه يكون عندي مهنة بحلم فيها بتخليني أكون شخص مسؤول، تلميذ مسؤول ومجتهد بالمدرسة؟ هذا السؤال كتير حلو تمام، لأنه بس يكون عندي أنا رغبة أو هدف أكيد من المهم أن أشتغل لتحقيقه. مشان هيك هون نحن بما أنه عم نحكي عن المسؤولية بدي أقول أنه أنا يكون عندي كمان مسؤولية تجاه الوقت. شو بعد أنا؟ بعني أنا ما أفكر بالأمور الماضية ولا أعطى الهم الأمور المستقبلية، بشكل نركز على اللحظة، نحط هدف قدامنا وعلى أساسه نمشي. كمان هيدا ضروري نحن ندرب عليه أولادنا، مش دايما نلومهم إذا بدنا نحكي بأشياء بسيطة مثلا المدرسة على نتائج أو علامات، ما نضلنا إذا بدك نرجع لهذه الأمور، خلينا نعيش اللحظة وعلى أساسها إذا بدك بنقدر نحن نشق الطريق ونوصل للهدف المنشود. حلو. فينا نعطي الأولاد من عمر 3 سنين مثل ما ذكرتي وأكبر مهمة معينة يعملوها تنعلموا المسؤولية؟ يعني فينا نكبر لهم شوي المهمات، مثلا فيهم يفوتوا على الحمام لوحدهم، مزبوط، فيهم يطووا الثياب لوحدهم، يعني ممكن نبلش من هذه المهمات، مزبوط، نرتقي بركبي إذا بدك المهمات شيئا وفشل. بالطبع أكيد حسب، نرجع كمان للعمر. هلأ منلاحظ نحن بعمر 3 سنوات أو 4 سنوات بس نجي نحن بدنا نلبس ابننا أو بنتنا، بيكون هو عنده نزعة إنه أو الحذاء بده هو. شو بيصير أيام كتير يعني للأسف الأهل بيستعجلوا عليهم، لا خلص بدك كتير وقت خلينا نخلص بقى. شو بيصير الولد هون؟ بيرجع هو لورا. إذا بدك لا ما عليه، نفسح له وقت، أكيد نصحح له الطريقة، مش بهالطريقة منلبس الجاكيت هيك بعدين هيك، نصحح له الطريقة ونعطيه المساحة الكافية، شيئا فشيئا بيكتسبه. ممكن يكون نكون عم نزرع فيه حس اتكال على شخص معين إذا تصرفنا بهيدي الطريقة؟ طبعا أكيد بنكون نحن عم نعوده على الاتكالية، بس أنا عم بجي إذا بدك خلص خليك ما تلبس الجاكيت، أنا لبسك، كل الأمور عم بتكون بشكل سهل بلا تعب فردي، فأكيد بكون هون أنا عم خليه يكون اتكالي، وإذا بدك هيدا الشيء أكيد حيأثر بعدين، ما بيجي أنا فجأة أقول له بلش البوس، لأنه كل الأمور الحياتية المهام بتكون شيئا فشيئا التدريب عليها. حتى ماري في بعض الأشخاص كبار ما عندهم حس مسؤولية، هيدا كله بيوقع على الأهل على مرحلة الطفولة. لا تنكون كمان صريحين، في المسؤولية هي أيام فطرية وهي أيام مكتسبة، سبحان الله منشوف في ناس أنا عندهم. أنا بدي أسألك كانت إذا ميزة مثلا أو هي تحفيز ميزة. يمكن هي ميزة وهي تحفيز، هي الاثنين. في ناس منشوف عندهم إياها هيك من وقت الولادة فطرية بتبقى، في ناس لا، مشان هيك هون بيجي دور الأهل، هن بدهم يدربون لاكتسابه. ومثل ما أشرت أكيد بالمرحلة اللاحقة بالمجتمع، أكيد إذا بدنا نحكي للإنسان الأدولت، الإنسان أكيد يلي بيوصل لعمر معين بمهنته، المسؤولية هي أساسية وهي باي ذا واي سمة أساسية إذا بدك الروح القيادية. يعني الإنسان القائد هو الإنسان المسؤول يلي قادر هو إذا بدك يلاقي حلول لكل الشيء، يتولى عدة مهام. كمان بس يكون عندنا مسؤولية نحن تجاه مهنتنا، بيكون عندنا إذا بدك مسؤولية تجاه بتأثر على المؤسسة وبالتالي على القطاع، والقطاع يعني نهوض المجتمع، فهذه دائرة مترابطة. فمشان هيك نحن حكينا بداية عن التأثير الاجتماعي للمسؤولية على صعيد المجتمع ككل. وبالحديث عن التأثير الاجتماعي ماري، يعني كنت حابة أحكي عن تداعيات عدم المسؤولية عند الشخص. ذكرنا منها يمكن وحدة أنه مش بكل المهن ممكن ينجح. بدي أعرف على صعيد الحياة الزوجية، الإنسان اللي بيكون عديم المسؤولية إن كان رجل أو مرأة، شو تداعيات هيدا الشيء على بناء العيلة، على تربية الأولاد؟
أكيد هيدا بيأثر بشكل مباشر على الأولاد وعلى الزوجة وعلى الشريك. يمكن لأنه حتى شخص قبل ما نوصل للأولاد ماري إذا ما كانوا مسؤولين توقع على المصيبة. بالفعل مثل ما قلنا يعني نحن الأهل هن بدو يكونوا مثال يقتضى فيه. إذا عم بيشوفوا البي أو الأم غير مسؤولين الأولاد ساعتها نحن عم نعكس هذه إذا بدك الصورة الخاطئة للمفهوم العام للحس العام. فهذا الشيء أكيد بيأثر على الأولاد بيأثر على الصعيد النفسي. ومن المهم الأولاد يكونوا محاطين يمكن إذا هذا التقصير عم بيكون من البي أو من الأم. خلينا نعكس الأمور. الشريك الثاني من المهم أنه يلعب دور بتوعية إذا بدك هذا الأمر عند الأولاد ويفسر لهم إذا بدك المسار الصحيح من أجل إذا بدك هيك توعيتهم بشكل أو بآخر. وبنفس الوقت ماري في أولاد عندهم كتير يعني حسة المسؤولية. هو هنا بدهم يعملوا كل شيء ما حدا بدهم يساعدهم هنا بدهم يزبطوا كل شيء. بس أحيانا بتحسي too much إنه عم بيروحوا أشياء من طفولتهم إنه خليهم يلعبوا ما ضروري كل هالقد يكون عندهم حس المسؤولية. مزبوط. في كتير بيبقوا هن perfectionist يعني مثاليين بالأمور البسيطة بحياتهم. هذا طبع بنرجع لهذا طبع. كمان الأهل كمان بيلعبوا دور والمحيط مش ضروري كل الأشياء. بنشوف كتير من الأولاد أيام من المدرسة أكيد يعني بنصادف هذا الشيء إذا جابوا يمكن علامة ناقصة بنشوف صار في انهيار وصار في هيك لأنه هن معودين. هلا أيام بيكون الأهل هذا بسبب تقييم بيكون بس من وراء العلامات كأنه تقييم بدهم يعرفوا إنه هذا هو منه هذا بيمثلك أنت ما بيمثل كفاءتك. وحلو الواحد أيام إذا بدك يخطئ مش بس حلو بنتعلم من أخطائنا. مشان هيك أنا دايما بقول مش دايما نحن لازم نقول لأ لأولادنا معلي خلينا أيام نعطيهم حرية الاختيار لأنه ببعض الأحيان الوقوع بالخطأ والتعلم منه هو اللي بقويهم وبيخليهم إذا بدك يتسلحوا لتحديات الحياة المستقبلية. يعني ما في مثل كذب كل واحد بيتعلم من كيسه يعني كيسه. على صغر عن جد بالفعل 100%. هلأ كتير حكينا عن الأهل والمحيط معك ماري. بدي أعرف الحياة قد ايه ممكن تزرع فينا حس المسؤولية والتجارب يلي ممكن نقطع فيها أو نوقع فيها. أكيد التجارب اللي منقطع فيها بالنهاية المدرسة هي حياة. والواحد كل ما يكبر بالعمر أكيد بيقطع إذا بدك بأمور جديدة بيكتسب أشياء جديدة. دايما منفكر أنه اللي قطع علينا خلص أنا وصلت لمرحلة شفت كل شيء منضلنا نتعلم. من المهم إذا بدك دايما نحن نخلي ثقتنا بنفسنا كبيرة. إذا كنا قاطعين بفترة صعبة نعرف إن هيدي هي النهاية. نتسلح إذا بدك محبة الذات هيدي هي الأمور اللي بتقوينا كرمال نواجه التحديات والصعوبات ونكفي. لأنه كل إنسان أكيد معرض وكل إنسان ما بيستغني عنه إذا بدك يعني يوقع بمشكلة أو يوقع بتحدي معين بده يعرف بس أنه مش هذه هي النهاية. والحياة إذا بدك عبارة عن مسؤوليات مشوار من المسؤوليات الطويلة لا متناهية. فبدنا نعرف كيف نتكيف مع هذا الأمر. بس نقول ماري مسؤوليات نفسنا يعني إحنا بنكون مسؤولين عن أخطائنا وعن نفسنا وبنكون مسؤولين بنفس الوقت عن العالم اللي حوالينا عن أهلنا مثلا بالطبع. وأي هي المسؤولية الأكبر؟ كل مسؤولية ما فينا نقول أنا مسؤولية. المسؤولية هي كل أنواع المسؤولية إذا كانت تجاه المسؤولية الشخصية يلي مثل ما سبق وذكرت إذا كانت المسؤولية الاجتماعية إذا كانت المسؤولية بالعمل إذا كانت المسؤولية بالمحيط. كل هذه الأنواع هي إذا بدك مجموع بس هو بيكون هيدا إذا بدك طبع الإنسان. نحن غالبا ما بنشوف اللي بيكون عنده مسؤولية بعمله هو إنسان كمان مسؤول مع عائلته هو إنسان مسؤول تجاه أهله لأنه إذا بدك بيكون في قيم ثابتة وغير متغيرة. فمشان هيك بنشوف هيدا بيشكل له إذا بدك هيك مثل شان بحياته. ماري دايما المسؤولية بترتبط بالسعي و تحقيق المكاسب الخاصة أو مش بالضرورة؟ المكاسب الخاصة المسؤولية بتوصلنا تنقدر نحقق المكاسب الخاصة أكيد لأنه نحن بس نكون إذا بدك مسؤولين هذا تلقائيا بيعزز لنا إنتاجيتنا.
نحن هون عم نحكي عن الانتاجيه الفرديه يلي اذا بدك فينا نذكر كمان التايم مانجمنت الانسان يلي بيكون اذا بدك اداره الوقت بفعاليه وتحديد الاولويات. يعني الانسان يلي بيكون قادر يوصل لمكسب معين هو انسان قادر يحقق انتاجيه، انسان قادر ينظم وقته ويحدد الاولويات. هذه الامور بركي بتنطر، هذه الامور ما بتنطر، وعلى اساسه بيقدر ينظم الامور ويوصل للهدف المنشود. وبالتالي التمتع بالسلطة وشعور القيادة والليدرشيب طبعاً مثل ما سبق وذكرنا السمة بالقيادية هي أكيد سمة أساسية، روح المسؤولية هي أساسية بروح القيادة، لأنه الإنسان بنعرف أنه هو قادر يكون قد نفسه بحيلا موقف صعب، هو قادر ياخد القرار المناسب، هو إنسان ما بيلقي اللوم على الآخر، بيتحمل إذا بدك الخطأ وبيشتغل كرمال يلاقي الحل السريع. امتى بتتحول المسؤولية لشيء مرهق؟ المسؤولية بتصير أمر مرهق بس إذا بدك نحس حالنا نحن ما في عنا محيط مساعد، يعني نحس حالي أنا بس عم بتحمل المسؤولية مثل ما سبق وذكرت، يمكن يكون من الشريك، يمكن إياه من المحيط، من العائلة، بس إذا تكون فوق طاقتنا. إذا بدك فوق طاقتنا، لأنه الإنسان بالنهاية بده يكون في تعاون بنهاية النهار، إيد لحالها ما بتسقف، يعني هذا مثل كمان صحيح، فبده يكون في تعاون، لأن الإنسان بنهاية النهار هو إذا بدك عنده قدرة تحمل معينة، ومن المهم يكون في تعاون. بهذه الحالة بيكون في إرهاق، قد ما نكون منظمين وقد ما نقدر نحن إذا بدك نحط البرايوريتي ونعمل الكالندر تبعنا، إذا ما كان في تعاون مع الآخر هذا الأمر صعب جدا ومرهق على الصعيد النفسي وعلى الصعيد الجسدي. ماري بنهاية حديثنا بس بعد بدي استفسر منك شغلة، الأشخاص اللي عندهم الوعي الكافي لا يعرفوا شو هي المسؤولية ولوين ممكن توصل بس بيهربوا منها، شو بتكون مشكلتهم؟ بيهربوا منها. في العديد من الناس بيهربوا إذا بدك من المسؤولية. نرجع لعدة أسباب عوامل. ليه بتخليهم وعوامل؟ التربية. تربية، لأنه هن إذا بدك بنشأتهم تعودوا دايما يتكلوا على الآخرين. لو عندهم الوعي؟ لو عندهم الوعي السؤال. بس هي عادة. أوكي. هي عادة، مشان هيك نحن عم ننبه الأهل ضروري نحن ننمي هذه العادة بالأولاد، هن هيك بالأنكونسيان باللاوعي تعودوا على هذا الأمر. كمان هن أيام بيكون عندك ضعف بالشخصية، يعني دائما عندهم إلقاء اللوم على الآخرين، يعني بهذا طبيعة العائلة من شوي مع الثقة بالنفس بالفعل. وفي عنا كمان سبب كمان أنا شوفوا كمان يلي هو إذا بدك بيكونوا هن حساسين بطبع الحال، بيحبوا إذا بدك حدا يعمل لهم بريز التشجيع والثناء لمجهودهم، بس ما يحسوا إذا بدك الطرف الآخر عم بيشجعوا هيك ما بيعودوا يعطوا. إيه هلا بطبيعة الحال كل الناس يعني بتحب إذا بدك التشجيع والموتيفيشن، لأن هي بتحرك الأمور بتخلي الإنسان يعطي أكثر فأكثر. طبعاً. لهيك بدنا نشكرك ماري العالم حبشي اليوم، يعني اعطيتينا تبس كثير حلوين لنا وللمشاهدين، شرفتينا. شكرا، انا كمان استمتعت باللقاء، شكرا لكم. يا هلا ماري.